رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان. لكن إلهنا واحد رب البشر وكان فنان على حلم عينه تبان شمس الصبح برعاه وفي المساء حكايات أفريقيا أرض الآن مشاهدين في انتظار تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للافتتاح الرسمي للاجتماعات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسم بانك. هذه الاجتماعات كما ذكرنا أنها بتنعقد في توقيت في منتهى الأهمية، وربما الجلسات التي سوف تنعقد على مدار 4 أيام هي 30 جلسة عامة ورئيسية، ومن أبرز هذه الجلسات هي التي تتحدث عن كيفية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وذلك نحو التغيرات التي تحدث حاليا للتحول نحو العالم المتغير. هذه هي أحد العناوين الخاصة بالجلسات التي ستنعقد خلال الأيام القادمة، بالإضافة أيضا إلى جلسة بعنوان تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية نحو أفريقيا المستقبل، بالإضافة أيضا إلى الحديث عن تمكين الشباب الأفريقي، بالإضافة أيضا مشاهدينا وكما ذكرنا على التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تطوير لكل إمكانات الشباب والعمل على تطوير الثروات البشرية بشكل أساسي لكي تستطيع أن تتعامل مع كل ما نشهده من حداثة الآن يشهدها عصرنا الحديث. أيضا مشاهدينا من ضمن الجلسات المهمة جدا التي ستنعقد على مدار الأيام القادمة كل ما يتعلق بتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي، وانه تفعيل هذه الاتفاقية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية هي بالفعل تحقق المستقبل بالنسبة لأفريقيا، وأيضا كما ذكرنا أنها بتتحدث عن التاريخ والمستقبل بالنسبة لأفريقيا والاندماج الإفريقي في عالم التغيرات الجيوسياسية. نعم ريهام، هذا الحدث يأتي بأهمية بالغة سواء على الجانب الاقتصادي أو الجانب الجيوسياسي كما أشرت من قبل. الجانب الاقتصادي يتمثل في ما تعانيه الدول الأفريقية على وجه التحديد، وبالأخص التي تعتمد على الصادرات سواء من أوكرانيا أو على الواردات عفوا من أوكرانيا أو من روسيا، ومن هنا تأتي دور أهمية هذه الاجتماعات
المؤسسين مؤسسي البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك هي مؤسسات كثر وحكومات كثيره من على راسها تاتي مصر، تعد اكبر المساهمين في البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وايضا هناك البنك الافريقي للتنميه والذي قد اعلن عن خطه طارئه وعاجله لانتاج الغذاء بقيمه 1.5 مليار دولار لمساعده الدول التي تعتمد في غذائها على الاستيراد من الدول الأوروبية. ومن هنا تأتي أهمية هذا الحدث للتشاور والتكامل حول فتح مجالات الاستيراد والتصدير. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ذلك قد أعلن أن القارة الأفريقية تفتح أبوابها أمام جميع الشركاء الدوليين وتحديدا القطاع الخاص بكل ممثليه لدعم وتمويل المشروعات التنموية في هذه القارة الغنية بشبابها والغنية بثرواتها. كل ما تحتاجه هو نبذ الخلافات السياسية فيما بينها وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتفعيل التجارة البينية بين الدول الأفريقية ومنافسة الاقتصادات العالمية لما تمتلكه هذه القارة من موارد، سواء موارد بشرية أو موارد نفطية أو موارد أو ما غير ذلك. هي بالفعل سوق واعدة للاستثمار، وربما هذه الاجتماعات بتسهم إلى حد كبير في جذب المزيد من المستثمرين في تعزيز وتنويع ودعم التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وربما دعم المشروعات أيضا الصغيرة والمتوسطة، وهذه أيضا بتعتبر من ضمن المعارض التي سوف تشهدها الأيام القادمة أو الاجتماعات القادمة التي تهدف إلى دعم هذه المشروعات وتفعيل الاتفاقية من خلال دعم هذه المشروعات. ربما أيضا يعني العمل على تفعيل إمكانيات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية هي بوابة للاستقلال الاقتصادي، وهذا أيضا من ضمن الجلسات التي سوف تناقش خلال الفترة القادمة أو خلال الأيام القادمة. إذن التحول الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كل هذه الموضوعات سوف تناقش خلال جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يأتي متزامنا مع فترة في منتهى الأهمية يمر بها العالم بأسره، ليس فقط القارة الإفريقية، وذلك بعد الأزمة الأوكرانية، وكذلك أيضا في حقبة ما بعد كوفيد-19. نعم ريهام، في إشارة لما ذكرتيه حول الأزمة الأوكرانية، هي تسببت بالفعل في نقص المعروض من القمح والذرة وبعض الحبوب الأخرى، وكذلك الأسمدة في عدد من الدول الأفريقية التي تلجأ إلى روسيا وأوكرانيا لاستيراد 80% من احتياجاتها من القمح والذرة. ربما يسأل البعض ما أهمية مثل هذه الاجتماعات للمواطن البسيط. تحدثنا عن دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول الأفريقية، وربما هناك مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر من توفير فرص العمل في هذه المشروعات، ومن ثم يأتي المردود الاقتصادي على المواطن البسيط. يعني ليس بالضرورة أن يهتم الخبراء الاقتصاديين فقط بمثل هذه الاجتماعات الهامة، ولكن أيضا المواطن البسيط له الحق في متابعة مثل هذه الاجتماعات لما لها من مردود إيجابي مباشر وغير مباشر على اقتصاد الدول التي يعيش فيها المواطنون الذين يعانون الآن من أزمة في ارتفاع الأسعار أو التضخم، وهي أزمة تطال العالم بأكمله. ولكن مصر تستضيف هذه الاجتماعات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لها من أهمية، سواء هذه الاجتماعات أو القارة الأفريقية بوجه عام لما لها من أهمية قصوى عند القيادة المصرية منذ قدم التاريخ. ولكن هذه المرة تحديدا وبعد أن توقفت الاجتماعات لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، والنسخة الأخيرة كانت في روسيا من عام 2019، تأتي أهمية هذه الاجتماعات في هذه المرة تحديدا لما تعانيه الدول الأفريقية والدول في أوروبا والغرب من تداعيات الأزمات المتلاحقة أزمة تلو الأخرى. نعم، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، هذا ما ذكروا تحديدا يوسف وما أشرت إليه أيضا سيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك مجهودات قصوى تبذل الآن سواء على مستوى الدولة المصرية أو في القارة الإفريقية، وذلك من أجل مواجهة التضخم، وذلك كأثار للأزمة الأوكرانية وما أحدثته من تداعيات كثيرة ليس فقط في مصر ولكن في كل أنحاء العالم. هناك مجهودات كبيرة جدا تبذل من أجل مواجهة التضخم، وعلى التوازي هناك أيضا مجهودات كبيرة من أجل العمل على دفع النمو ورفع النمو وأيضا خلق الوظائف
الوظائف وفرص العمل المختلفة. إذن تحديات كثيرة تواجه القارة الإفريقية وأيضا تواجه مصر في هذه الفترة الهامة جدا، والتحديات الكثيرة التي يمر بها العالم بأسره، وذلك في حقبة ما بعد كوفيد-19 وأيضا في ظل التداعيات المختلفة للأزمة الأوكرانية. إذن مشاهدينا، في ظل كل ما يحدث في العالم من حولنا تنعقد هذه الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بجلساته المختلفة التي سوف تناقش كل هذه التداعيات وكل هذه التحديات بعناوين مختلفة، تركز في الأساس على ضرورة دعم الشباب وضرورة تمكين الشباب وأيضا الاستفادة من الأفكار الملهمة للشباب كطاقة إبداعية لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود وتحقيق الاندماج الاقتصادي أيضا والاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بشكل كبير. هذه هي الأهداف الرئيسية التي تنعقد من أجلها هذه الاجتماعات. نعم ريهام، ربما أشرت إلى دور البنك في دعم وتمويل المشروعات المتوسطة. نعيد مرة أخرى تذكير المشاهدين بأن هذه الاجتماعات تنعقد على مدار 4 أيام من الخامسة. السيد رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي البنوك المركزية، السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم على أرض مصر، مصر الطيبة، بوابة إفريقيا الشمالية. فلطالما كان الحديث عن مصر هو الحديث عن إفريقيا، والحديث عن إفريقيا هو دائما وسيظل الحديث عن مصر. فلم تعتبر مصر في وقت من الأوقات نفسها دولة وحيدة، بل هي القلب النابض لإفريقيا، ودائما ما اعتز المصريون بهويتهم الإفريقية. نجتمع اليوم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية، التي تستضيف النسخة 29 للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي. فالعاصمة المصرية الجديدة ترمز لعصر جديد من التطور والازدهار، تدشن به مصر أكثر من 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتنطلق بها نحو مستهدفات مسيرة التنمية التي تتبناها الجمهورية الجديدة، لتكون هذه العاصمة ليست طفرة مفتاح مصر فقط، ولكن أيضا طفرة للقارة الإفريقية جمعاء. لذلك فإن اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في نسختها الحالية تكتسب أهمية خاصة لفتح آفاق رحبة للنهوض بالتجارة والصناعة في إفريقيا، كما أن هذه الاجتماعات الحضورية التي يشرف عليها البنك المصري المركزي تأتي بعد توقف عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا. فالعالم يشهد أحداثا وتغيرات غير مسبوقة، لذلك لن تستمر القارة الإفريقية مطمعا للراغبين في خيراتها، بل عادت وستعود هي القارة البكر التي ينظر إليها العالم بعين الشغف. لذلك القضية واحدة والتحديات مشتركة، وبالتأكيد
الهدف والنجاح سيكون دائما واحد. للحديث حول التعاون المصري المثمر مع بنك التصدير والاستيراد ومبادراته لدعم التنمية في مصر، نرحب بالسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السيد دكتور بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أصحاب السعادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أرحب بسيادتكم في هذا الحدث الهام المتمثل في افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية 29 لبنك التصدير والاستيراد الافريقي لعام 2022، وتحت عنوان تفعيل امكانات اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 من خلال الاستفادة من طاقة الشباب، والتي ينظمها البنك المركزي المصري بناء على تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإعداد والتنظيم لها، وذلك على ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية للعمل الإفريقي المشترك. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا الحدث الهام، والذي ينعقد بدر التاج مصر وفخرها العاصمة الإدارية الجديدة في توقيت يواكب ظروفا استثنائية عالمية تحتاج إلى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة. فما لبث العالم أن بدأ في خطوات التعافي من جائحة كوفيد-19 حتى أطلت الأزمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها على دول العالم ولتزداد وطأتها على الدول القارة الإفريقية. فخامة السيد رئيس الجمهورية الحضور الكريم يتابع العالم أجمع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي كانت وما زالت بمثابة الصدمات القوية لمعظم اقتصادات العالم، حتى العالم النامي والدول المتقدمة التي نراها تعاني حاليا من مشاكل وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم. أما على مستوى دول القارة الأفريقية فهي تعاني أساسا من عديد من المشكلات والأعباء الداخلية، والتي زادت وطأتها بطبيعة الحال مع تداعيات تلك الصدمات الخارجية. فلقد تحملت حكومات الدول الأفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. من جهة أخرى اقترت بانتشار ذلك الفيروس أن اتجهت دول العالم نحو فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التي تعول كثيرا على الموارد من قطاع السياحة. ولم تكاد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء وظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي منها حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية من ظلال قائمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاد الدول الافريقية بوجه خاص. ولقد ادت تلك الاضطرابات الى تصاعد ملحوظ في اسعار الطاقة ايضا، فضلا عن اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن ارتفاعات ضخمة، الامر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخمية على كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية والاسواق الناشئة وشعوبها. ومما لا شك فيه ان تلك الاضطرابات الجيوسياسية تمثل اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام في ظل اجواء عدم اليقين
التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تفضي تلك الاضطرابات إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم والارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، ومما يزيد بما يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على كاهل السلطات النقدية والمالية بالدول الإفريقية بوجه خاص فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات. وإذا تضافر تلك الضغوطات، فإن الأمر يفرض على صانع السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد ومعالجة نقاط الضعف المالية، مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كوفيد، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة. على الجانب الآخر، فإن تلك التحديات المستحدثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات والآليات الكفيلة بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات من شأنها أن تعيق جهود إرسال التنمية والرفاه وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى جمهورية مصر العربية، فلم نكن بمعزل عن تلك التطورات، ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتداعياتها، ولكننا قادرين بإذن الله على تجاوزها والعبور إلى آفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة. ولقد استطاع البنك المركزي بالعمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة، وذلك لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات، مما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين. وفي واقع الأمر، فإن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير، ولكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة المصرية ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات الهامة، تعمل جميعا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائما على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية. وأود بهذه المناسبة أشيد بأداء مؤسستنا المصرفية والمالية التي أدت التكليفات المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار لتثبت مكانها ومكانتها في عصر الرقمنة، واضعة على رأس أولوياتها تعزيز الشمول المالي ومبادراته لتمكين جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية. وبالفعل تولى الجهاز المصرفي تلك المهمة بكل إخلاص وتفاني لتحقيق رؤية القيادة السياسية وما تصبو إليه من طموحات تجاه هذا الوطن، فقد عهدنا على أنفسنا أن نواكب سرعة تنفيذ هذه الأمال والطموحات لتكون واقعا ملموسا لتعويض الكثير من الإنجازات التي يربو إليها المواطن المصري تحقيق حياة أفضل، متخذين من تلك نهجا محفزا للطاقات والإمكانات التي يصغر بها الاقتصاد المصري. وحقيقة إن التضحيات التي قام بها الجهاز المصرفي والتي قام بها العاملون به وفي خلال أزمة كورونا وفقدان أكثر من 250 روحا شهداء من أجل خدمة المواطن والمواطنين في هذه الظروف، لو مثل أعلى لما كان يحدث في قطاعات كثيرة من الدولة
مثل قطاع الصحة إلى آخره. إن البنك المركزي يثمن غاليا الدور الإقليمي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا والدعم الأساسي لها لما يقوم به من توفير التمويل اللازم، وانطلاقا من الأهمية التي توليها مصر للقضايا الإفريقية والنظر في الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة للقارة، فقد ارتأت القيادة السياسية المصرية أهمية المتابعة الحثيثة لأعمال بنك التصدير والاستيراد ومدراته ودعمه بكل الاحتياجات المالية وضخ الأموال في رؤوس أموال البنك الأفريقي. في الختام أحب الترحيب بحضراتكم مرة أخرى على أرضنا بلدنا مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنى بسواعد أبناء من المصريين الذين لم يدخروا جهدا في رفعة بلدهم وتحقيق التقدم والتنمية في ظل قيادة حكيمة ووطنية ترعى مصالح شعبها وتضع نصب أعينها أن تحقق له الرعاية والأمن والاستقرار ورفع مستويات معيشته بما يليق بمكانته وبتاريخه على مر العصور، واضعة على رأس أولوياتها تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق التقدم والازدهار لجميع الدول الإفريقية. وشكرا جزيلا سيادة الرئيس. شكرا سيادة الفريق. إفريقيا السمراء، قارة الشمس المشرقة، القارة الحلمة، إفريقيا الخيرة، مرت بالكثير من التحديات ولكنها قادرة دوما بالتكاتف والتكامل يدا واحدة التغلب عليها، وأمامها مستقبل يتحقق بالإرادة وبطموحات أبنائها، وتبقى دوما الصورة أكثر تعبيرا من الكلمات. أترك حضراتكم الآن مع هذا الفيلم التسجيلي إفريقيا تحديات وطموحات. يشهد العالم منذ نهاية عام 2019 العديد من الأزمات المتعاقبة، ففي مطلع عام 2020 اجتاح فيروس كوفيد-19 دول العالم لتتجه نحو إغلاق حدودها أمام حركة الطيران والسفر وانتقال المواطنين، وبما حمل في طياته الكثير من التداعيات على اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام. ولكن تشتد حدتها ضراوة على دول القارة الإفريقية خاصة، فلقد تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانياتها نحو توفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد ذلك الفيروس، وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية والتي تعاني أساسا العديد من المشكلات والأعباء الداخلية. ولم تكد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء وظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي منها حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية التي أسفر عنها النزاع الروسي الأوكراني من ظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصادات الدول الإفريقية بوجه خاص. ولقد أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة، فضلا عن اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، الامر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخمية على كافة الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية والاسواق الناشئة، الامر الذي نشاهد اثاره بشكل واضح ليس على ارتفاع اسعار السلع والخدمات فحسب، بل ندرتها وعدم اتاحة الكثير منها احيانا في العديد من الاسواق وحتى في الدول الاكثر تقدما. القارة الافريقية، قارتنا السمراء، الشمس المشرقة، الحديقة الغناء للكرة الأرضية، هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا، وهي أيضا ثاني أكثر القارات اكتظاظا بالسكان. تبلغ مساحتها حوالي 30.2 كيلومتر مربع، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20.4% من إجمالي مساحة اليابسة. وتحظى القارة بأشكال متعددة ومختلفة من الثروات التي حباها الله بها،
حيث تمتلك موارد طبيعية وبشرية تؤهل دولها لمكانة تختلف جذريا عن واقعها. وعلى الرغم من ذلك تعاني القارة الإفريقية من مشكلات كثيرة لا يتسع المجال لسردها، ولكن لعل أبرز تلك المشكلات ما يتعلق بمعدلات الفقر المرتفعة في العديد من المجتمعات الإفريقية وما له من تبعات متشعبة سواء على مستوى صحة الأفراد أو معدلات الإنتاجية، وبالتالي على تحميل موازنات الدول المزيد من الأعباء. ومن أبرز المشكلات أيضا التي يعاني منها معظم دول وشعوب القارة هي مشكلة التصحر وأثار التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية وما لذلك من انعكاسات على السلع الغذائية. إضافة إلى ذلك فإن من أخطر المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية بل والعالم أجمع هي مشكلة ندرة المياه والتوزيع العادل لها، وهو ما يزيد من الضغط على المتاح من الرقعة الزراعية في العديد من دول القارة. مصر القلب النابض للقارة الإفريقية والتي تحرص دائما على تميز علاقاتها مع أشقائها في كافة دول القارة، ودأبت الدولة المصرية على وضع هموم ومشاكل القارة على رأس أولوياتها، ولقد تجلى ذلك في مساعي القيادة المصرية للتعامل مع العديد من التحديات المتنامية والمتشابكة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 الذي يتعين علينا نحن الأفارقة أن نثبت لأنفسنا قبل العالم الخارجي أنه حلم واقعي سيتحقق وإنه بالإرادة لا مكان للمستحيل. واليوم تحتضن العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماعات السنوية 29 لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2022 تحت شعار تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في عصر ما بعد كوفيد-19 والاستفادة من طاقة الشباب. ويسطر تاريخ مسيرة البنك هذه الاجتماعات كعلامة مضيئة على طريق التعاون المتواصل مع مصر، حيث توجت الاجتماعات برعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وراعي جهود التنمية في القارة الإفريقية. أسمر وكان فنان عالحلم عينه تبان، شمس الصبح درعاه وفي المساء حكاياه. أفريقيا أرض إن إفريقيا هي الامتداد الطبيعي لجمهورية مصر العربية، فمصر على مدار تاريخها تحرص دائما على تعزيز التعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية، ولعل مصر الحاضر تولي اهتماما متزايدا بعمقها الإفريقي ودفع جهود التنمية بقارة إفريقيا، فالمصير واحد والأزمات التي مرت بها القارة برهنت على حب متكامل بين أبنائها. للحديث عن دور البنك في دعم الاقتصاد الإفريقي وتنمية التجارة الإفريقية أرحب بمعالي السيد بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، فليتفضل. Your Excellency Abdel Fattah al-Sisi, فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، His Excellency Mustafa Madbouly, معالي السيد مصطفى مدبولي، Your Honorable Prime Minister of the Arab Republic of Egypt, وزراء جمهورية مصر العربية، His Excellency Namadi Sambu, former Vice President of the Federal Republic of Nigeria. Sambu, نائب رئيس جمهورية نيجيريا. His Excellency and co-host
معالي السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والشريك في تنظيم هذا الحدث، معالي السادة الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والسادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية في أفريقيا، my colleagues at Afreximbank Bank, الزملاء في بنك التصدير والاستيراد الافريقي، at CBE, the Central Bank of Egypt, زملائي في البنك المركزي المصري، my dear wife Chinelo who is here with us, والسيدة زوجتي العزيزة، السيدات والسادة، I welcome you today to Egypt. أرحب بكم اليوم في مصر، the host country of Afreximbank, الدولة المضيفة لبنك التصدير والاستيراد أفريكسيم بانك. هذه الأرض التي يصنع فيها التاريخ، الأرض التي تصنع التاريخ. على مدار 7000 عام شكلت مصر تاريخ الإنسانية، وكذلك اطلعت بالفنون والعلوم والهندسة والمعمار، from the pyramids and the sphinx من الأهرامات of Giza, وأبي الهول في الجيزة، to the temples and tombs of Luxor, ومرورا بالمعابد، for the Suez Canal, والمقابر في الأقصر، to the Aswan High Dam, وقناة السويس والسد العالي في أسوان. Egypt never ceases to leave monuments of history. لم تفشل مصر قط في ترك آثار رائعة in this new administrative للتاريخ. واليوم في هذه العاصمة الإدارية الجديدة تشهدون معنا صفحة جديدة من التاريخ ذات زخم كبير للإنسانية، حيث نشهد في هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي ظهرت كمعجزة جديدة في هذه الصحراء التي استمرت لما يزيد على 7000 عام في أقل من 7 أعوام. السيدات والسادة، الحضور الكرام، فكرة أن أفريقيا لن تنهض مجددا هي فكرة خاطئة. والآن نحن نقف لنشهد هذا العمل الذي حدث في مصر، لكي نقول من هذه المنصة أننا نستطيع إذا ما توفرت لنا الإرادة. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الكريمة، أشكركم جزيلا على رعايتكم وعلى رفعكم للعلم المصري خفاقا في السماء، ونهنئكم على النجاحات التي حققتموها في مصر، وكذلك خلال فترة ولايتكم لرئاسة الاتحاد الافريقي في عام 2019، حيث أثبتتم لنا أنه من خلال العزم والتصميم والتركيز والوحدة نستطيع استغلال القدرات الهائلة الكامنة بوفرة في إفريقيا من أجل إحداث التغيير. ونحن في أفريكسيم بانك نتشارك معكم التزامكم تجاه أفريقيا، حيث نضع أفريقيا في الصدارة في كل ما نفعله. When the COVID-19 descended upon us, وحينما حلت علينا جائحة فيروس كورونا في عام 2020، تركت أفريقيا تدافع عن نفسها. ومواجهة لهذه التحديات، أطلق أفريكسيم بانك مرفق التقليل من آثار جائحة كورونا، وبحلول ديسمبر عام 2021 أطلق البنك ما يزيد على 7 مليارات دولار للبنوك المركزية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود إطلاق اللقاحات والوصول إليها والكم الكبير من الأموال الذي وضع على المائدة. استجاب البنك تلبية للدعوة الاتحاد الافريقي لتنفيذ وجمع مبلغ 2 مليار دولار امريكي في صورة مرفق ضمانات والتزام
تمكن افريقيا من شراء 400 مليون جرعة لقاح. وفيما يتجاوز التمويل، فان البنك عمل مع الاتحاد الافريقي على اطلاق الصندوق الافريقي لمخطط التعويضات كعناصر هيكلية لإجراء التحول في إنتاج اللقاحات. والآن تم إضفاء طبع المؤسسي على هذه الجهود لتوفير الأمن الصحي في إفريقيا. السادة الحضور الكرام، إن الأزمة الحالية طرحت تحديات جديدة أمام أفريقيا. الصعوبات في الوصول إلى الحبوب والمخصبات الزراعية والأغذية الأساسية ضربت الكثير من دولنا والتي تحاول التعافي من جائحة فيروس كورونا. ونحن واعيين أن المشكلات الأفريقية تحتاج إلى الأفارقة لكي يحلونها. وفي هذا الصدد البنك أطلق مرفق بمبلغ 4 مليارات دولار لمساعدة الدول للاستجابة إلى أزمة أوكرانيا. ومن الجلي أن البنك أصبح آلية فعالة في مكافحة ومنع الأزمات في إفريقيا، ولا يدعم المؤسسات فحسب، وإنما كذلك يمكنها من التحلي بقوة وفعالية أكبر. وكذلك أحدث البنك تأثيرا كبيرا في إفريقيا لاحتواء الجائحة، ويستمر في قيادة المؤسسات التمويلية في إفريقيا، وأصبح جميعا دعامة أساسية تعتمد عليها إفريقيا في التنمية. فخامة الرئيس، معالي الضيوف الكرام، نحن نتطلع مستقبلا ولا نقبل بعد 60 عاما من استقلالنا، لا نقبل أن تظل إفريقيا ضعيفة ومشرذمة اقتصاديا. علينا ان نحصد ثمار التكامل في قارتنا. ان الجهود التي نبذلها نحو التكامل الاقتصادي مشرذمة ومتقدمة. ان التكلفة لشراء القهوة الكينية على سبيل المثال عالية للغاية، وتشهد عمليات تستغرق وقت وكلفة كبيرة. وبالتالي إذا ما أردنا عمل عقد لمد طريق ما بين القاهرة وجنوب أفريقيا، فيجب توفير عملة صعبة. والتبعات هي أن التجارة تتحول، والمقاولون الأفارقة يجدون أنفسهم في موقف الضعف والمعاناة. وعلى صعيد آخر، لا تستطيع حمل البضائع والسلع من القاهرة إلى كيب تاون لأن هناك قيود كثيرة وتخوض وتمر بعدة مدن. وبالتالي المعايير الخاصة بالبضائع البسيطة المستخدمة في كينيا تختلف عن تلك الموجودة في السنغال. إذن المعايير ليست واحدة. وفي أفريكس بانك نحن نؤمن أنه للإجابة على كل هذه الأسئلة، فإننا نحتاج إلى سعي حثيث نحو دعم اتفاقية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن قسم التجارة الأفريقية في الأعوام الخمسة الماضية أنفقنا ما يزيد على 20 مليار دولار في دعم التجارة الأفريقية، ونخطط لمضاعفة هذا الرقم في خلال الأعوام الخمسة المقبلة بفضل زيادة رأس المال التي هي بصدد الحدوث. وكذلك شكر لحملة الأسهم المصريين على الدعم الذي أولونا إياه. إن المستقبل مشرق لا شك، ونحن ندعم المقاولون الأفارقة
للقيام بمشروعات البنية الأساسية في إفريقيا وخلال الأعوام القليلة الماضية، أربعة أعوام أو ما يقرب من ذلك، ما يزيد على 2 مليار دولار أنفقت لدعم مشروعات عدة. فخامة الرئيس، نحن فخورون بأن المقاولون المصريون يعدون شركاء أقوياء في هذا الصدد وفي تلك الجهود، ويعملون معنا في بناء مشروعات بنية أساسية محورية في عموم أفريقيا. فعلى سبيل المثال، نحن ندعم عقود مقاولات تبلغ حوالي 2.9 مليار دولار في إفريقيا لتطوير مشروعات في تنزانيا لتوليد الكهرباء تولد ما يزيد على 2 ميجاوات من الكهرباء. والمقاولون العرب من مصر هم المقاول الرئيسي في هذا المشروع، وكذلك ندعم المقاولين المصريين في إنشاء محطة طاقة في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، وكذلك محطة طاقة في أنغولا وفي زامبيا. وهناك الكثير من المشروعات من هذا القبيل تتلقى الدعم في إفريقيا. نشكر شركة حسن علام والسويدي وأوراسكوم ووادي دجلة والكثير من المقاولين المصريين الذين نعمل معهم في محاولة لتنفيذ مشروعات في عموم أفريقيا. كذلك هناك دعم أوليناه لمقاولين آخرين في أنغولا، وكذلك مقاولين في بوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات بنية تحتية أساسية في غرب أفريقيا، وفي محاولة لتوفير تحديثات بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي فوضنا فخامة الرئيس السيسي في عام 2019 بإطلاق منظومة التسوية والمدفوعات في عموم إفريقيا، وأطلقنا العمليات التجارية لتلك المنظومة. 8 مصارف مركزية أفريقية، 8 مصارف مركزية أفريقية و45 مصرفا تجاريا انضمت إلى هذه المنظومة، وهذا رقم لا يستهان به. نستطيع الآن التداول على العملات الأفريقية ما بيننا، وكذلك التحول الوطني أو التوطين لمدفوعات التجارة بين إفريقيا. وفرت مبالغ كبيرة تزيد على 5 مليارات دولارات، ومن خلال تلك المنظومة تمكننا من إجراء خفضات كبيرة، مكنتنا من الاستثمار في البنية التحتية. ومن خلال هذه المنظومة تمكنت أوغندا كما ذكرت من الاستعانة بمقاول مصري في أوغندا، وتلقى المقاول المصري أجره بالجنيه المصري، وتم اختتام التعامل بسلاسة بقيمة 500 مليون دولار، وهناك مخطط لزيادتها إلى 3 مليارات دولارات كحجم تعامل بالعملات المحلية. وكذلك أحرزنا تقدما متعلقا مخطط الضمانات النقل البرية الإقليمية والتعاون في هذا الصدد، ونريد مادة تلك التغطية لتشمل القارة بأكملها. ونحن على يقين من أنه حينما يكتمل الطريق ما بين كيب تاون والقاهرة برعايتكم فخامة الرئيس، وحينما يعمل هذا الطريق فسيتمكن من حمل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة من خلال طريق واحد، ولن يكون هناك حاجة للتوقف عند كل نقطة على الطريق. وكذلك قمنا بإجازة حد 1 مليار دولار
للتأكد من أن هذا المرفق سيكون فعالا وسيؤدي إلى سلاسة العمل والانتقال. كذلك الوصول إلى المعلومات مهم للغاية. هذه القارة التي تتسم بالتفتت نحو هذا الصدد أحرزنا تقدما تجاه تطبيق مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الرقمية ويسمى بوابة التجارة الإفريقية، وأطلق هذا من خلال المعرض التجاري الذي أجري في مصر عام 2018 من خلال أفريكسيم بانك وشركائه. We are providing trade confirmation lines and correspondent banking services to African banks مع البنوك الأفريقية لدعم التجارة في أفريقيا وخارجها. وحتى الآن أشرك البنك ما يزيد على 500 بنك أفريقي، وكذلك افتتح خطوط ائتمان ل 170 بنك في 38 دولة، وحجم التعامل الإجمالي الحدود الائتمانية 3.9 مليار دولار. كل هذا بهدف التأكد من أنه ما من دولة تكون محرومة من الخدمات التجارية. وحيث تستمر البنوك الدولية من الانسحاب من أفريقيا، فإن أفريكسيم بانك طور استراتيجية لدعم البنوك الإفريقية القوية لسد تلك الفجوة نتيجة الانسحاب، وهذا سيؤدي إلى تعزيز حياة الأفارقة. ونستعين بأنظمة صينية وأنظمة أوروبية، النظام الإفريقي يتم تطويره لمصلحة الأفارقة. ويسعدنا العمل مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك فيستا وبنك كوريس وأونكو جرين وبنوك أخرى في القارة في مسعانا نحو تلك الاستراتيجية القارية. كذلك يسعدني أن أبلغكم بأن أداءنا المالي يظل قويا. العائدات ما يزيد على مليار دولار في عام 2019 وازداد برغم التحديات، والدخل الصافي ازداد بنسبة 25% ما بين 2020 و2021 حيث بلغ 381 مليون، وإجمال الأصول في متضمنة للضمانات تبلغ 25 مليار دولار بنهاية 2021. رأس المال كذلك قوي للغاية. حملت الأسهم تمويل حملت الأسهم ارتفعت من 3.4 مليار دولار في ديسمبر 2020 إلى 4 مليار دولار بحلول ديسمبر 2021، وبسبب الزيادة غير المباشرة في رأس المال وإطلاق آلية الاتحاد الأفريقي لأن زيادة الأوراق المالية الجديدة ازدادت بنسبة 1 مليار دولار. ونحن نستهدف جمع ما يزيد على 2.6 مليار. وهذا حدث بعد عدة أشهر من إطلاق تلك الآلية. وأشكر حملة الأسهم والدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي على الدعم الكبير الذي أولوه لتلك العملية. We invite those who are yet to contribute ونحن to ندعو do so because as we know, كل من يريدون المشاركة للانضمام والمؤسسات المالية القوية في أفريقيا التي تستطيع إحداث الفارق. السيدات والسادة، فخامة الرئيس، ختاما لكلامي أعبر عن تقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعقد تلك الاجتماعات تحت رعايته. وكذلك أود أن أعبر عن تقديرنا لحملة الأسهم ومجلس الإدارة ومعالي السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية والسيد سامبوف نائب رئيس النيجيري ومحافظي البنوك المركزية والسادة الوزراء الحاضرون معنا وأعضاء
الإعلام والصحافة وكل من عمل بجد لإنجاح ذلك الاجتماع، وبخاصة زملائنا في البنك المركزي المصري. كذلك أود أن أشكر حملة الأسهم ومعالي الوزير محمد مايت وكذلك شركائنا من مجال الأعمال والتنمية. وأخيرا لزوجتي الحبيبة، أشكرك على تواجدك معنا وتخصيصك الوقت للانضمام إلينا. Thank you for your kind attention. وأشكركم السيدات والسادة لحسن استماعكم. إفريقيا، هذه القارة الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، هي جزء لا يتجزأ من جسد المنظومة العالمية. ولعلنا جميعا نعاصر اليوم الكثير من التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتلاحقة التي حلت بدول العالم وزادت من عبء المشاكل والتحديات. وعلى خلفية ذلك يأتي الآن موعد الجلسة الحوارية بعنوان إفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الداخلية. واسمحوا لي الآن أن أدعو على المنصة السادة المتحاورين، معالي السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لجمهورية مصر العربية، معالي الدكتور ديني كالياليا محافظ بنك زامبيا لجمهورية زامبيا، معالي الدكتورة فيرا سونغوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، السيد ألبرت موتشانغا مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، السيدة روزا ويتكر الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ويتكر، السيد أرنولد إكبي الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة إيكو بانك ورئيس مجلس الأعمال في إفريقيا، ويدير هذه الجلسة الإعلامية دينا سالم. فخامة السيد رئيس الجمهورية، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول، أصحاب المعالي، الوزراء ومحافظي البنوك المركزية، الحضور الكريم. يشرفني كثيرا إدارة هذه الجلسة التي تتعرض للصدمات والتحديات الضخمة التي تعيشها الدول الإفريقية، بالذات مع المتغيرات الدولية الأخيرة والتي تناولها الفيلم التسجيلي بالتفصيل. لكن قبل أن نبدأ الحوار مع هذه الكوكبة الرائعة من المسؤولين وأيضا كبار الخبراء الاقتصاديين، أذكركم وبكل المودة بضرورة الالتزام بالوقت المتاح لكل متحدث. أصبح الآن 3 دقائق لكل متحدث، وهذا لضمان سير أعمال المؤتمر بسلاسة وأيضا إتاحة الوقت لتغطية القضايا الهامة التي سنناقشها اليوم. والعد التنازلي موجود هنا على الشاشة، يمكنكم متابعته لتتذكروا الوقت. أعتقد بداية أنه من المهم إعطاء لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها دولة المصرية لمواجهة الأزمات الأخيرة، هذه الإجراءات التي اعتبرها البعض استثنائية نظرا للظروف العالمية الأخيرة. أوجه الكلمة الآن لمعالي الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المصري، البنك المركزي المصري، فليتفضل. شكرا حضرتك. بالنسبة للأزمة الأخيرة، أنا واحدة فيهم عشان هم كتير.
عندنا كوفيد 19 وعندنا طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الجيوسياسية بشكل عام. هي طبعا شكرا لحضرتك. الأزمة الأولانية كوفيد كان التوجه الرئيسي اللي هو كان محورين من أجل تحييد نتيجة هذه الأزمة. المحورين كانوا يتمحوروا حول انه ضخ اموال ضخمة وكميات من السيولة الى قطاعات الاقتصاد خاصة القطاع الخاص وقطاع الافراد حتى نحافظ على فرص العمالة ومن فقدان فرص العمل. وبالتالي قامت الحكومة والبنك المركزي بضخ أموال كثيرة في الاقتصاد وإصدار خطابات ضمان إلى البنوك المصرية لضمان هذه المخاطر، فتم تحمل هذه المخاطر على البنك المركزي لتشجيع البنوك لضخ هذه السيولة في ظروف صعبة كانت البنوك تخشى فيها من تحمل هذه المخاطر. فبالتالي الخسائر بالنسبة لنسب التشغيل كانت ضعيفة جدا، وفي نفس الوقت كان من مهم ان احنا نحافظ على المستويات العامة للأسعار. وبالنسبة لهذه الصدمة ايضا كان في صدمة نقدية، لان الاسواق الاموال الدولية حصل فيها تحركات الى الخارج، فبالتالي تدخل البنك المركزي بالاحتياطيات النقدية وفضل أن يتدخل بالاحتياطيات النقدية وأن يحافظ على مستويات أسعار الصرف، أن يجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف. ونجحت هذه السياسة وعادت هذه الأموال فيما بعد في سنة 2020. دول كانوا المحورين بالنسبة لصدمة الكوفيد، ومرنا فيها واسترجعنا قوتنا من الاحتياطيات النقدية. أما بالنسبة ل أزمة أوكرانيا، صدمة الأسعار، زيادة أسعار الوقود، تضاعفها وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية والمواد الغذائية والأمن الغذائي، حيث مصر تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد مواد استراتيجية غذائية. فكان البرنامج الاقتصادي الإصلاحي حقق لنا بعض الحماية من احتياطيات، وايضا استطعنا ان احنا نعيد تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيا باسلوب لا يؤثر على الانتاج، بحيث ان نوظف ونعطي الاولوية في مواردنا من النقد الاجنبي للمواطن واحتياجات المواطن والمجتمع. وبالتالي طبعا تحتاج هذه الظروف اعادة تنظيم لاستخدام مواردنا من النقد الاجنبي، نظرا ان هذه الظروف صعبة تمر بها جميع البلاد، واعتقد ان المجتمع متفهم ذلك. شكرا. شكرا معالي محافظ البنك المركزي المصري، وشكرا على الالتزام بالوقت. طبعا لكل دولة خصوصيتها في التعامل مع مثل هذه الأزمات. لنتعرف من الدكتور داني كاليالية محافظ بنك زامبيا المركزي على تجربة بلاده في ظل هذه الأزمة، فليتفضل. Your Excellency. Thank you very much, moderator. شكرا جزيلا. Just like my colleague has said, وكما ذكر زميلي السيد طارق عامر، ولكن التحديات كانت أكثر عمقا، خاصة حين جاءت الجائحة، وبالطبع أثرت كثيرا على عدة مناطق، وعانينا كثيرا من خسائر في الأرباح وخسائر أيضا في التجارة. ولذا حين أصابت الجائحة عام 2020، في الواقع حاولنا الاستجابة قدر الإمكان ومواجهة التحديات، ولكننا لم نقم بالإغلاق،
ولكننا استطعنا من جانب وجهة النظر البنك المركزي أن نلعب دورا جوهريا وحيويا ونحاول أن نعمل على إصلاح النظام المالي، وقمنا بإنشاء صندوق تم تصميمه لتقديم المساعدة للكيانات التي عانت كثيرا نتيجة للجائحة. وأيضا بالطبع كان تحدي كبيرا أن ندفع قدما بأن يكون لدينا الأموال اللازمة وتحديد أسعار الفائدة من خلال تثبيتها وتحقيق العوائد المطلوبة. كان هذا نوع من الدعم الذي ساعدنا كثيرا. وفي عام 2021 كان هناك تغيير في الحكومة، وبعد ذلك جاءت الأزمات الجديدة، ولكننا بالطبع نحن ندرك أن هذه المشاكل التي سببتها الجائحة كانت مشاكل عميقة، ولكننا استطعنا أن نعمل على مد خطوط ائتمانية، وذلك من أجل أن نحاول حل هذه القضايا المتعلقة بالأزمات الحالية. وبالطبع استطعنا من خلال هذه الخطوط الائتمانية أن نحقق فوائد وعوائد عالية وأن نجلس معا حول المائدة من أجل تحديد إطار وضع استراتيجيات وآليات جديدة لمواجهة هذه الأزمة. ولكننا أيضا قمنا بوضع البرامج من أجل الحل والسعي لحل هذه المشكلات، واستطعنا أن نحقق اتفاقيات. كان هناك رؤية للتركيز مع من يقدمون لنا الدعم، ولذا استطعنا هنا أن نعمل على رسم إطار جديد، وهذا الإدارة من أجل تقديم الدعم لإعادة الهيكلة. قمنا بتكوين لجنة رسمية. شكرا جزيلا معالي المحافظ محافظ بنك زامبيا المركزي. هذا يأخذنا للدكتورة فيرا سونغوي، وطبعا هي تأتي بخبرة واسعة في المؤسسات المالية العالمية المسؤولة عن منح التمويلات لدول عديدة في ظل الأزمات التي عاشها العالم، بداية كوفيد-19 و الآن طبعا تجد الدول نفسها غارقة في أزمات أخرى. Your Excellency, you don't have a translation aid? Do you have a translation aid? Okay, I'm just making sure. كنت أسأل عن الأزمات الحالية. هل باعتقادك يعني يجب أن تتوقع إفريقيا مثل الأموال التي كانت موجهة لها قبل الأزمات الأخيرة؟ Did you get the question, Your Excellency? هل سمعتي السؤال؟ I was asking you about the latest crisis. أسألك عن الأزمات الأخيرة. And نعم. No, thank you very شكرا جزيلا للسؤال. يسعدني أولا أن أتوجه إلى هذا المجلس الموقر وأهني أفريك زين بانك والبنك المركزي المصري. سوف أجيب على سؤالك سريعا، وسوف أقسمه إلى ثلاثة أجزاء من الأهمية بمكان بالنسبة للقرار أن تتوقع مساعدات خارجية ولا تشعر بأي نوع من الضيق في هذا الشأن. فقبل 2020 new special drawing rights so that Africa can actually manage. The governor of the Central Bank just talked about shoring up the currency of Egypt, which means strengthening the currency. If we get special drawing rights, Egypt gets 2.8
بليون دولار tomorrow morning in the central bank. That is an additional 7% of its reserves. Egypt today imports about $2.8 billion of wheat, grain, and other things from Russia and Ukraine. The price of that has gone up by 47%. You need additional resources to be able to do that. That's the first thing. We need resources from the international community. We need yesterday, we need it now. Of course, the second thing that we need is to improve our domestic resource organization. Maybe one of the silver linings of the crisis has been that logistics trade has increased. The Suez Canal, and again, congratulations to Egypt and all the work that you've been doing. Imports and revenues from the Suez Canal are up about 60%. You're getting about $6 billion just last year from the Suez Canal traffic and transit trade. All transportation costs have gone up by almost 30%. So there is revenue there that we can put back in. But finally, I think one other thing that we have to do is trade more with each other. Because if we trade more on the continent with each other, $2.8 billion of wheat coming from Russia, another $2.7 billion of combined imports from Ukraine and other places, we could actually trade that on the continent, create more jobs. And finally, just to say that one of the big, big opportunities is for the youth. We are working today with Minister Halak, who is here, on something called the Youth Economics Network. But I just read that the first biologist, woman scientist on the continent was an Egyptian woman, Samira Moussa. She was a biomedical technologist. Imagine if we had her here with us today to be able to solve the COVID crisis and the climate crisis and all those other things. It will create jobs, it will generate revenue, and will, of course, make us less reliant on external resources for our growth and development. Thank you. Thank you very much, Dr. Song Hui. طبعا الدكتورة سونغوي أشارت وأكدت على نقطة غاية في الأهمية وهي زيادة حجم التجارة البينية في إفريقيا. إذن أتوجه الآن بالسؤال لمعالي السيد ألبرت موتشانجا وهو مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن. أنتم مسؤولون إذن عن ملفات غاية في الأهمية، كيف تنظرون لأوجه دعم التجارة البينية الإفريقية وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لهذه القارة التي تزخر بالكثير من الموارد؟ شكرا جزيلا سيدتي. وأتوجه بالتحية إلى فخامة الرئيس والجماعة الموقر البروفيسور أوراما والذي تحدث وقام بتحديد ملف التجارة البينية من أجل تعزيز التجارة البينية. وبالطبع هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن أن نقدمها. أحدها وهي تعزيز البنية التحتية من أجل تعزيز الجودة وأيضا التنافسية وأيضا إزالة الحواجز التجارية والبناء وتعزيز البنية التحتية. And we'll come up with an African quality document, which was endorsed by the ministers for the Responsible for Industry, as well as the heads of state and government. And on that basis, we're going to develop the Made in Africa standard. And that is going to prompt the development of or the increased investments in manufacturing. Second, the issue of manufacturing itself. الأمر الذي سنعتمد عليه ألا وهي التصنيع وبالطبع صناعة السيارات ووضع استراتيجية وهذا سيكون منوطا بوزير التجارة وحين يتم هذا لأن هذا من شأنه أن يعمل على فتح الأسواق وأيضا من أجل تعزيز الاستثمارات في صناعة السيارات وبالفعل هناك ما تم مليار دولار وذلك من خلال الاستثمار في هذه الآليات والاستراتيجية وأيضا دفع الاستثمارات والتصدير الإفريقي إلى الخارج. والمسألة تتعلق الآن بالتنوع في التصدير. في أفريقيا في عام 2017 كانت نسبة التجارة 6%، ولكنها الآن حققت نسبة أعلى من هذا.
flight. And we are working with the African Export-Import Bank to come up with an export development and especially export diversification program. And through that program, we expect a lot of interest from companies that want to export beyond Africa in the rest of the world to come up with the high quality products and ensure that we go into manufacturing, agro-processing and trade in services exports. ايضا ما يتعلق التجاره شكرا جزيلا لك شكرا معالي المفوض وطبعا الحديث عن التجارة البينية الإفريقية وأيضا الاقتصاد في إفريقيا يعني له أبعاد مختلفة وربما ينظر إليه مجتمع الأعمال بشكل مختلف. لذلك أريد أن أتعرف على رأي السيدة روزا ويتكر وهي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ويتكر. طبعا هذه المجموعة تستثمر في مجالات متنوعة منها البنية التحتية والزراعة والطاقة. كيف تختلف سيدة ويتكر نظرة القطاع الخاص لطبيعة التحديات والأزمات التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا؟ شكرا جزيلا. أرى أن هناك من الاستثمارات عبر أفريقيا نتطلع إلى الأزمة من ناحية الفرص. بالنسبة قدرة رأس المال وهي تعد فرص تزيد في واقع الأمر ولا سيما في مجال البنية التحتية. لقد تحدثنا عن 2.3 مليار دولار في العام كفجوة في التمويل. وكيف نسد ذلك؟ نحاول أن ننظر إلى إدارة الموارد الطبيعية ومحاولة جمع هذه الأموال الناقصة في شكل أسهم. وذلك بحماية البيئة أيضا. وأعتقد أن هناك نقطة أخرى وهي مسألة المناخ. Because you may get stuck paying the bill. And I really believe that this is the position that Africa finds itself in now. You're literally paying for the drunkenness and debt of others. But there's also a great opportunity. Because when you look at the green economy, it is now has a market value of $4 trillion, which is equal to the fossil fuel economy. 6% of the global market cap value is in the green economy. Tremendous opportunity for Africa's business and investors in Africa for development. And then, of course, there's the crisis, which is also an opportunity. فضلا عن ذلك هناك هذه الأزمة التي يمكن أن تتحول إلى فرصة للاتصال الرقمي. That in Africa, 30% of the people live in landlocked situations. Outside, that's 3%. And finally, there's the issue of capacity. And I just want to say we have to upskill. Just like the industrial revolution created the working class, people are saying that the fourth revolution will create the unworking class. Thank you. شكرا جزيلا. طبعا فكرة الثورة الصناعية الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا أعتقد أن إفريقيا لديها فرص واعدة في هذا القطاع. نجد أن كثير من الدول الإفريقية أصبحت تعتمد بشكل قوي على التكنولوجيا المالية. هذا يأخذنا للسيد أرنولد أكفي وهو طبعا من المصرفيين المخضرمين وكان يتولى إدارة إيكو بانك وهو رئيس مجلس الأعمال الإفريقي. سيد أكبي كيف تنظرون للتكامل الاقتصادي ما بين الدول الإفريقية في هذا الوقت الحساس وأيضا إمكانية التوسع اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة؟ It's working.
Now it's not. شكرا جزيلا. دعيني أتوجه بالشكر إلى أفريكسيم بانك وجمهورية مصر العربية لاستضافتنا في القاهرة اليوم. في على مدار 3 عقود كنت بطل ونشط لتكامل الإفريقي. أعتقد أن مستقبل هذه القارة هو يعتمد على التكامل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وغير مقبول بالنسبة لنا أن نسافر إلى إفريقيا مع الطيران الأوروبي بينما نملك نحن هذا الأمر، وغير مقبول أيضا. It is not acceptable for Africa to be deindustrializing. I think you've just pointed out what's going on. Because we refuse to electrify our continent. Industries require electricity. That is not happening. It is not happening. The issue of COVID, Ukraine, global supply chain, that will be solved. Governments will work to solve it. Multilateral agencies will do it. And price adjustments will do it. But ultimately, we have to draw lessons from what's going on. And that lesson مما يحدث، وهذا الدرس الذي نستخلصه أن نقوم بتكامل نظام المدفوعات والمواصلات والنقل، وأن نعمل على بناء اقتصاديات الحجم، ومن خلال هذا من خلال هذه الاقتصاديات يمكن أن نعمل على امتصاص هذه الصدمات. لقد قمت بهذا في القطاع الخاص وليس في القطاع العام، لأنني أؤمن أن حتى تكون أفريقي يجب أن تعرف أفريقيا جيدا، وأن المشاريع العملاقة يجب أن تساعدنا لأن ننتقل من الكلام إلى العمل والفعل، وهذا أمر هام. إذا ما كان لدي تعليق أخير سيداتي والسادة، هو دعونا نفعل المزيد. لا تدعونا نعود بعد 10 سنوات ونقول ما هو المستقبل للقارة الأفريقية، ما هي الإمكانات. أمضيت 3 عقود وما زلنا نتحدث عن الإمكانات الأفريقية. دعونا نطبق هذه الأمور على أرض الواقع. شكرا لكم. إذن رسالة قوية، ربما let's get things done، يجب أن نبدأ العمل فورا. وطبعا هذه رسالة نحتاج لسماعها جميعا. يشرفني الآن أن أسأل فخامة السيد رئيس الجمهورية إذا كان لديه تعقيب. شكرا جزيلا. وأنا الحقيقة خلوني الأول أبدأ كلامي بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف اللي موجودين، اللي بيمثلوا البنوك وبيمثلوا المصارف وبيمثلوا المستقبل اللي احنا بنتمناه لافريقيا. وانا ان كان ليا تعليق على النقاش، انتم اتكلمتم من منظور الاقتصاد ومن منظور قدرة البنوك ومساراتها وكده. انا يمكن اخر تعليق اتقال من السيد امبيكي، مش كده؟ هو ده اللي لفت نظري، مش لفت نظري، ده اللي ممكن ابدا من خلاله الكلام على المساهمه اللي انا ممكن اتكلم فيها على قارتنا الافريقيه. واقول احنا بنتكلم على حلم افريقيا بقالنا سنين طويله، من سنين طويله فاتت، وبنتكلم حتى على 2063 اللي هو يعني الامل اللي احنا بنتمناه. وانا هنا هتكلم من منظور مش بس الاقتصاد اللي انتوا اتكلمتوا عليه، من منظور الدوله. ازاي دوله تقدر تعمل ده؟ ازاي الكلام اللي بيتقال ومنكرره كل سنه واتنين وفي كل مناسبه وما بيتحققش؟ ايه الفاصل ما بين الواقع اللي احنا عايزين نغيره وبين الرؤية التي ممكن أن تستشرف الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيقه؟ إيه هي؟ في إفريقيا، ومش بس في إفريقيا، وفي العالم كله
انا دايما اقول ان المقارنات بتعطينا فرصة ان احنا المقارنات والبيانات تدينا فرصة على التعرف على الحقائق والاستنتاجات والاهداف. مثال، احنا عندنا في الدول العالم كله بنقول ان في اكتر 20 دولة في العالم اللي هم الاكثر دول، الدول الغنية، دول ال20. طب هو العالم كله كم دولة؟ 200 دولة، 190، 200 دولة، يعني 20% من دول العالم فقط اللي تستطيع من خلال قدرتها الاقتصادية والصناعية ومواردها حتى انها تتحط في المرتبة دي. طب بقية الدول تروح فين؟ بقية الدول تروح فين؟ طب احنا ده اول سؤال. انتوا اتكلمتوا على ان كورونا والازمة الاوكرانية كانت كاشفة وابرزت تحديات وازمات لينا بالكامل ممكن نستفيد منها، صحيح، لكن انا هستفيد من حاجة من دي واقول لكم، يا ترى البنية الاساسية في القارة الافريقية جاهزة انها تلبي الطموحات والامال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ انا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية او ايجاد بنية اساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الافضل، احتاجنا خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول، وانا مش مبالغ، انا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، انا حولهم بالدولار لكن تقريبا حوالي 400-500 مليار دولار. انا بتكلم على دولة مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، واللي احنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القارة الافريقية اللي فيها 30,000,000 كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي انت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنية الاساسية اللي تقدر تحقق ده للقارة الافريقية تتكلف كام وحيجوا منين؟ والكلام ده انا قلته من 5 سنين مع في المانيا، وقلت ان اذا كنتم عايزين تغيروا وجه القارة الافريقية وتخلوها قارة قادرة على ان هي تلبي طموحات شعوبها وامال شبابها، انتم محتاجين فقط ان انتم تعملوا بنية اساسية في القارة دي. والبنية الاساسية، ان اتكلمت عن الطاقة الكهربية ما هي بنية اساسية، ان اتكلمت عن الطرق والسكك الحديدية ما هي بنية اساسية، ان اتكلمت عن مواني ومطارات ما هي بنية اساسية. فبكام ومنين ومين يقدر ينفق على ده؟ طب انتم كبنوك، انا كنت بتكلم على البنوك الاوروبية في المرحلة دي، قلت البنوك الاوروبية مستعدية تدي قروض بتكلفة مالية رغم المخاطر العالية في افريقيا بتكلفة مالية قليلة؟ ده كان كلامي لساعتهم وبستدعيه هنا. مستعدين تدوا قروض للدول الافريقية عشان تعمل بنية اساسية باستثمارات ضخمة وعوايدها هتبان بعد كده؟ فمحدش، انا ارجع تاني اقول، اذا اول تحدي اتصور انه موجود هنا في قارات من الافريقية هو ايجاد بنية اساسية قارية، وانا قلت الكلام ده كتير وبكرره قدامكم هنا، في وجود المعنيين عن المال والاقتصاد والمعنيين عن الامل في افريقيا. حلم الناس في افريقيا، البلد القارة اللي فيها اكبر نمو سكاني واكبر حجم من الشباب في قارات العالم بالكامل. اذا كنا بنتكلم على 1.5 مليار تقريبا، ونقول في 2050 هنصل ل 2.5 مليار او اكتر، احنا دلوقتي 1,250,000,000 نسمة. طب يا ترى الاحلام بتاعت الشباب دي هتتحقق ازاي واحنا مش قادر اروح لاثيوبيا بالقطر، مش قادر اروح لكينيا بالقطر، مش قادر اروح لها بالطريق، مفيش طريق، مفيش سكة حديد، مفيش مواني تقدر توصلنا ببعضنا، مفيش خطوط طيران تقدر توصلنا ببعضنا. حد يقول لي طب ما هو نعمله كسياسيين، السياسيين معنيين وهم بينفذوا اي تخطيط على قدرتهم الاقتصادية، على قدرتهم الاقتصادية. هديكم مثال، اذا كانت اوكرانيا بتطلع 60,000,000 طن قمح، 60,000,000 طن قمح، وهي مساحتها بالمناسبة يعني انا هقول ارقام ممكن تتحفظ،
600,000 كيلومتر مربع. بس انتوا تفتكروا ان الدولة ديت عشان تقدر توفر وتبقى مزرعة او يعني تقدر تدي منتجات زراعية لكتير من دول العالم، ده اتعمل عشان ارادة سياسية ولا عشان قدرات موجودة على الارض؟ في كم مليون هكتار مش قابلين للزراعة؟ لا، ده عندهم البنية الاساسية المطلوبة للزراعة، من كهرباء، من طرق، من مصارف، من تكنولوجيا للزراعة المتقدمة. حتى الصوامع اللي موجودة بتشيل 5 مليون طن، هو حجم التصريف الشهري للدولة ديت قدام طلب بتاع العالم. يعني هي عاملة بنية أساسية هائلة على مدى كام سنة معرفش، بتكلفتها قد ايه معرفش، لكن في النهاية عشان دولة زي أوكرانيا تبقى تحقق ده. طب ما في دول في القارة الإفريقية عندها قدرات للزراعة قد كده مرات كثيرة، لكن حد من زمايلنا اللي موجودين هنا يعرف ان انا عشان ازرع 1 مليون فدان محتاج ان يكون في الكهرباء بتاعتهم، ودي تتكلف اموال ضخمة، محتاجة ان يكون في طرق وسكة حديد، ودي عايزة اموال ضخمة، ثم عايزة التكنولوجيا الزراعية حديثة، ودي اموال ضخمة، عشان 1 مليون فدان، مش عشان اتكلم على 25-30 مليون فدان او اكتر في دول جنب مننا. في يعني مش انا بحبش اذكر اسماء دول عشان ما يعني ما حدش يبقى لي يعني يتألم من حاجة. احنا بنتكلم على اشقاء لنا عندهم 200 مليون فدان قبل الزراعة، صحيح؟ طب ما احنا بنتكلم على الموضوع ده بقالنا 50 سنة، ما زرعوش ليه؟ لان المطلوب مش موجود، المطلوب مش موجود. ودي القضية ما بين الواقع اللي موجود وزي ما قلت كده والقدرة على تغييره. عشان تزرع 1 مليون فدان دول بتتكلم في 100 و150 و200 مليار جنيه، يعني 30 مليار دولار. بالمناسبة لأي حد بيسمعني، اوعى تفتكر ان انا بقول ارقام، دي ارقام انا بدير العمل بها في مصر هنا. يعني الكلام اللي انا بتكلم عليه ده واقع انا بعيشه. عشان احول 1 مليون فدان من ارض غير قابله للزراعه لارض قابله للزراعه بتكلم في الارقام ديت. اذا النهارده مش القضيه قضيه ان وجود موارد طبيعيه. النهارده لو انت حبيت تروح في اي دوله من دولنا الافريقيه عشان تعمل صناعه اوليه قيمه مضافه للنحاس او قيمه مضافه للحديد، فقط انت عايز الكهرباء وعايز المصنع وعايز الطرق والسكة الحديد اللي توصلك للموانئ عشان الحاجة دي بعد ما تتزرع ما تتصنع وتتحول من مادة خام جاية من الارض الى قيمة ممكن مضافة للبلد ثم يتم تصديرها، اموال واستثمارات ضخمة جدا. اذا اول عقبة اتصور موجودة قدام مننا هي توفير التمويل اللازم لبنية أساسية تحقق اللي احنا بنتكلم فيه. أدي نقطة. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، يا ترى الأمن والاستقرار اللي موجود في دولنا هو يسمح بكده ولا لأ؟ وإحنا كنا لسه بنتكلم على بنقول يا ترى المخاطر اللي موجودة في الدول في دولنا بتخلي الائتمان تكلفته قد إيه؟ عالية ولا منخفضة؟ وبالتالي موضوع الامن والاستقرار. وبالمناسبة العنصرين اللي انا بتكلم فيهم دول في تقديري الشخصي ان هما الاساس والركيزة الاساسية لاي تغيير مناسب للدول. ان ما حققتش الاستقرار والامن، لا في قطاع خاص ممكن يستثمر ولا في قطاع اجنبي مستعد يجي يستثمر في البلد. يستثمر في بلد مش مطمن لها ازاي؟ يستثمر في بلد فيها عدم استقرار ازاي؟ مفيش فيها امن ازاي؟ طيب الاستقرار والامن عشان يتحقق يا ترى حلم الشعوب واملها وقدرة الدولة على تنفيذه. مشكلة اخرى. مشكلة اخرى ان الناس عايزة
واللي عايزاه قد تكون الدولة غير قادرة على تحقيقه على الأقل في مزور زمني مناسب. فمحتاج زمن، مش محتاج إرادة، ومش محتاج خطط. لا، إزاي النهاردة تحقق الاستقرار والأمن للشعوب اللي هي بتحلم هي وشبابها على أن هي تحقق لها آمال ولها طموحات؟ طب والآمال والطموحات ديت قدرة الدولة على تنفيذه قد إيه؟ أنا قلت 200 دولة فيهم 20، يعني 10% دول اللي ممكن يبقى معاها. حققوا ازاي مش قضيتي دلوقتي، مش هتكلم فيها، لكن أنا بتكلم على إحنا فين؟ إحنا نصنف من 200؟ كم مننا في قارتنا الأفريقية ضمن 20 دولة اللي إحنا بنتكلم عليهم؟ إحنا بنتكلم على أكثر من 55 دولة أفريقية. كم مننا من 20 دول؟ إذن الفكرة كلها عشان بس يبقى الكلام يبقى المساهمة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها مع في حضوركم هنا، حضوركم المهم، ان الاستقرار والامن اذا غاب عن دولة اوعوا تطلبوا من الدولة دي انها تتقدم ابدا، لن تتقدم. وده الموضوع بقى ماليش دعوة هو جه ازاي، هي خطة، هو استهداف، هو عدم وعي الناس، انا ماليش دعوة. انا في النهاية بقول ايه الحالة اللي بتصنف فيها بلادنا، استقرار او عدم استقرار. فيها استقرار يبقى في امل، ما فيش استقرار بلد مش متطمن لها اروح بلد تانية، دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. ارجع تاني اقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والامن. اتكلمت على التكامل وانا معاك فيه، والتكامل ده مش ارادة سياسية بس، لا ده فهم لقدراتنا المشتركة وقد ايه هي هتعود علينا بالنفع لينا كلنا لو احنا تكاملنا مع بعضنا مع دول الجوار ومع دول القارة بالكامل. انا في مصر، وان كنتوا تصدقوني، ان كنتوا تصدقوني، وانا بحلم برضو لافريقيا، والله انا بحلف بحلم لافريقيا، لانهم ناس ومن حق الناس تعيش والناس دي تكبر وتحقق احلامها واحلام شبابها وتعيش في 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 مكان تاني غير المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فانا بحلم برضه لافريقيا، وبقول ربنا، بقول يا رب والله 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 لو اعطتني ما حسيت دولة لما ساعدها، والله والله تاني لو اعطتني ما حسيت دولة لما ساعدها، لان افريقيا لن تعبر ما هي فيه الا بان احنا نكون كلنا قلوبنا على قلب بعض ونتجاوز اي خلافات او مشاكل من اجل مستقبل نغير فيه الواقع اللي احنا موجودين فيه لمستقبل افضل. ارجو ان ما اكونش اطلت عليكم الثلاث دقايق اللي الاستاذه دينا كانت حريصه عليهم. فبقول لمجتمع المال والمصارف، افريقيا امانه في رقبتكم، افريقيا امانه في رقبتكم، والمليار وشويه مواطن امانه في رقبتكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا فخامة السيد الرئيس. نعلم طبعا أنكم تحملون طموحات كبيرة جدا لبلادكم، لوطنكم مصر، وأيضا للقارة الإفريقية، وهذا يحتاج إلى الاستقرار بكل شك، وأيضا إتاحة التمويل. حضرتك تسمح لي بدقيقة واحدة أوجه هذا التساؤل للدكتورة فيرا سونغوي، لأننا كنا بنتناقش قبل بداية هذه الجلسة عن المصادر التي يمكن من خلالها أن نحصل على التمويل اللازم لدول إفريقيا. دكتورة سونغوي، ما هي المصادر أو المؤسسات أو الدول التي يمكن أن تساعدنا في هذا الوقت العصيب؟
Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. Thank you for giving me this opportunity. Let me take the opportunity with all due respect to the private sector and speak in the private sector to you. Starting by saying, I think we all dream for Africa, and we have that dream as well. And we hope that collectively we can do that. The reason we are here today is that we also have the African Bank dreaming for Africa. But as you said, it is the finance. Now the يحلم بهذا الحلم. المسألة تتعلق بتوفير رأس المال بالطبع معنا وزير المالية وبالطبع أن نحن نعمل مع البنك الإفريقي من أجل وضع الاستدامة والسيولة وأيضاً فرض تكلفة التمويل وأنتم تعملون من خلال الفضاء الاقتصادي الكلي وأيضاً نجد أن هناك borrows $1 at 6%, Italy borrows $1 at 6%. ولكن نجد في أوروبا الدولار الواحد بقيمة 6 سنت ونحن في حاجة إلى الاستفادة من البنك الإفريقي تطوير الصناعة وأن نعمل جنبا إلى جنب أجل تخفيض نسبة التمويل. نحن نعمل عبر قرض الإفريقية. إذا بقمنا بتجميع صناديق المعاشات فإن هناك مليارات من الدولارات موارد. حين كنت أزور العاصمة الإدارية الجديدة في الرعاية أقول أن كل دولة It is amazing infrastructure in the new administrative capital of Cairo. Why not across the Africa? Egyptian companies can do that. Tanzanian companies can do that. South African companies can do that. I think Your Excellency, if we bring together, hopefully Egypt joins the G20 to become the G23 with the African countries into it, we hope that this vision can become a reality. But it starts with us, using our resources, using our institutions, like the African Bank, we just saw $4.5 billion of new capital raise, allowed us to buy vaccines. 24,000, let's talk about that for a minute, 24,000 Egyptians died of COVID. But you have a very powerful medical industry in Egypt. But nobody buys Egyptian drugs because we are all buying it from India or from Britain or from the United States. We can finance it so that it's cheaper. But again, we need Africa. وبعد أشهر سنتقومون باستطابة الـ27 مؤتمر الأطراف وشكرا جزيلا التنفيذ يجب أن نركز على حاجة ويجب أن نحقق الحلم سيدي الرئيس ونحن في حاجة للقطاع الخاص لتمويل هذه المشروعات نستطيع تحقيق المشروعات الخضراء وأن أيضا نقترض من أجل المشروعات الخضراء وهذا سيكون رخيصا يمكن أن نقوم هذا من خلال المؤسسات المالية والبنك الإفريقي and the World Bank. And I think Dr. Mohsen, who is here with us today, is really helping us to see how the regional dimension of climate finance can help us go to this dream of Africa that particularly our youth are waiting for. So thank you so much for helping us to do that. Thank you. لو تسمح لنا سيادة الرئيس بدقيقتين لأنه هناك تعقيب السيد أرنولد أكبي. Mr. Ekpe, you have some input on that matter. Please share it with us. Thank you, Mr. President. I think small banks do not finance development. If you look across Africa, the biggest bank is a $200 billion bank in South Africa. And then there's maybe three or four others. And the rest are in Egypt and Morocco. In between the whole of Africa, the biggest bank is $20 billion. We can take policies at government level
at central bank level to build big banks. And when you build big banks in Africa, you can finance development. We've seen it. I've seen it with Ecobank. I've seen it in other markets. You, Mr. President, you see what's happening in China. They have big banks. You go to the States, they have big banks. Build bigger banks. And then they can finance development. And we don't have to go cap in hand all the time to the West. Because in terms of financing, there's also risk. And the banks say we don't like risk. But an Egyptian bank cannot not like Egyptian risk. Okay. The same thing across Africa. So I agree with you entirely, Mr. President. You touch the bottom, which is absolutely important. Let's build big banks in Africa. Thank you. Mrs. Whitaker. I'm very encouraged by being here. I wanted to say that there is one proposal in the United States that's gaining support, and that is a proposal to tap into the area of our greatest financial strength, and that is our bond market. In order to provide $46 trillion bond market, in order to provide bonds to Africa, working perhaps, I suggested, when Afro-Exim Bank. Now, President Biden has proposed a similar initiative for infrastructure for Africa in the G7 group. I really believe we should create an echo chamber around this, because it's a way for American Western countries and even China to do this without necessarily adding to their budget deficits. And another proposal that we are considering, and that is offering tax incentives, because we know tax incentives moves the private sector. So if you're an American company and you invest in infrastructure in Africa, you can repatriate your profits back to the U.S. tax-free, and you can also get some kind of tax credits. So those are the kind of proposals that we're talking about, and I really hope that we can create some advocacy around them. Thank you. Thank you very much. الجلسة الشيقة الآن للأسف لأنه لدينا جدول مشحون. طبعا لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفنا الأفاضل والمتحدثين الأفاضل في هذه الجلسة. طبعا السيد الأستاذ داني كاليالا محافظ بنك زامبيا المركزي. أشكر أيضا الدكتورة فيرا سونغوي والسفير السيد السفير ألبرت موتشانغا مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والتعدين. الشكر موصول أيضا للسيدة روزا ويتكر طبعا سيدة الأعمال المعروفة ومستر أرنولد أكبي المصرفي المخضرم. أخيرا وليس آخرا السيد الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري. وشكرا جزيلا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تشريفك لهذه الجامعة. السيد رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، في نهاية هذه الاجتماعات وهذا المؤتمر ندعو الله أن تتحول توصياته إلى واقع ملموس، ونوجه الآن الشكر للقائمين أيضا على هذا المؤتمر. شكرا ودمنا في عز ورخاء.